نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وتتابعون فيها. القوات العراقية تتقدم في المحور الغربي من الفلوجة وتسيطر على منطقتي الفجة والنساف. تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجومين في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق أسفرا عن عشرات القتلى والجرحى. القوات الليبية التابعة لحكومة الوفاق تعلن سيطرتها على ميناء سرت شمالي البلاد. أهلا بكم. قالت وزارة الدفاع العراقية إن القوات العراقية سيطرت على منطقتي الفجة والنساف غربي مدينة الفلوجة مع استمرار تقدمها في المحور الغربي للمدينة. وأكدت الوزارة أن القوات العراقية تمكنت من السيطرة على منطقتي صبيحات والفلاحات غربي الفلوجة، حيث قتلت قياديا في التنظيم وأربعة من مرافقيه. من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم المجلس المحلي للفلوجة سلام الحلبوسي سيطرة القوات العراقية على منطقة سن الثبان غربي المدينة بعد تفكك خطوط دفاع ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة وانسحاب مقاتليه منها بصورة مفاجئة. وكانت قيادة عمليات الأنبار قد أطلقت اليوم عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مناطق عدة غربي مدينة الفلوجة. معارك ضارية تقودها القوات العراقية بمواجهة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية على محاور عدة في مدينة الفلوجة. قيادة عمليات الأنبار ومنذ ساعات الصباح الأولى أطلقت عملية عسكرية يقودها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لاستعادة مناطق غربي المدينة. ولم تمضي ساعات على إطلاق العملية حتى أعلن العبيدي إحكام السيطرة على منطقتي الإصبيحات والإفلاحات في المحور الغربي للفلوجة بدعم جوي من طائرات التحالف الدولي. هذا التقدم كلف القوات العراقية خسائر بحسب تأكيدات مصادر محلية، والتي أفادت بمقتل 14 عنصرا من القوات العراقية في هجوم شنه عناصر التنظيم شمالي غربي الفلوجة. وعلى صعيد متصل، تقول القوات الأمنية العراقية إنها بسطت طوقا أمنيا واسعا في مناطق غربي الفلوجة، ما دفع عناصر التنظيم للانسحاب من منطقتي النساف والفجة بعد انهيار دفاعات التنظيم بشكل مفاجئ. ومن المحور الجنوبي تمت السيطرة على جسر البوع الوان بحسب تصريحات قائد الفرقة الثامنة العميد عبد الحسين السوادي، الذي أكد التقاء قواته بقوات قيادة عمليات بغداد بعد السيطرة على الجسر الواقع في الضفة الغربية لنهر الفرات. وبالتوازي تستمر موجة النزوح من مدينة الفلوجة، حيث أكدت قيادة عمليات الفلوجة نقل المئات من الأسر النازحة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب لمخيمات عمرية الفلوجة في وقت تتصاعد فيه المخاوف على مصير الآلاف من سكان المدينة، الذين أكدت منظمة الأمم المتحدة أنهم يتعرضون لانتهاكات من قبل جماعات مسلحة تدعم القوات العراقية. حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من التظاهر في مدينة النجف بسبب ما وصفها بقدسية المدينة وظرفها الخاص، وطلب الصدر أنصاره بالتوجه إلى بغداد ومواصلة التظاهر السلمي، مؤكدا على أهمية استمرار الضغط على مقار الأحزاب التي وصفها بالفاسدة. ويخشى المراقبون من تطور احتجاجات المتظاهرين المؤيدين للصدر في محيط مقار الأحزاب السياسية إلى مواجهات مسلحة قد تفتح فصلا جديدا من فصول العنف في البلاد. لم تنقذ معركة الفلوجة الحكومة العراقية من مأزقها مع المطالبين بالإصلاح في البلاد، فها هي التظاهرات تعود مجددا لتطفو على السطح في العاصمة بغداد. الحراك هذه المرة تتمثل في حملة أطلقها أتباع التيار الصدري تحت مسمى مغلق بأمر الشعب، قاموا خلالها بمهاجمة مقرات الأحزاب السياسية في محافظات النجف وكربلاء والبصرة والمثنى وذي قار، بينها مكاتب حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء السابق نور المالكي والمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، وأغلقوا مكاتب كتلة الأحرار وتيار الإصلاح الوطني.
التظاهرات المسائية اليومية التي بدأ أتباع الصدر الخروج بها منذ بدء شهر رمضان تتركز حول المؤسسات الحكومية الرسمية، وتعيد مطالب سابقة بتشكيل حكومة تكنوقراط ومحاسبة الفاسدين. قد تدل حالة النقمة والغضب والاستياء التي عبر عنها المتظاهرون على وجود خلافات داخل الائتلاف الشيعي الشيعي في العراق، فالشعارات التي يرفعها أنصار الصدر مجددا تطالب بعدم تأجيل الإصلاحات واستغلال معركة الفلوجة لإسكات الشارع عن المطالبة بالقضاء على الفساد الإداري وتردي الخدمات والمحاصصة الطائفية والحزبية. وفي خضم انشغال رئيس الوزراء في المعركة التي لم تحسم بعد في الفلوجة، توضع الحكومة العراقية على المحك مجددا أمام جبهات سياسية وعسكرية عدة، مما يطرح تساؤلات عن الوجهة الأهم أمام الحكومة العراقية لتوجه إليها اهتماماتها في المستقبل القريب. أهي معركة الفلوجة أم إنجاز إصلاحات تعود وتتجدد المطالبات بها بين الفينة والأخرى؟ أعلن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجومين في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر ميدانية. وذكر التلفزيون السوري أن الهجوم الأول كان بواسطة سيارة ملغمة واستهدف شارع 60 في المنطقة، بينما نفذ الانفجار الثاني انتحاري يرتدي حزاما ناسفا عند مدخل بلدة السيدة زينب، وقد تسبب الانفجاران بدمار كبير في المنطقة. ونبقى في سوريا، حيث لقي 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح في قصف جوي روسي على بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الجنوبية. كما شنت طائرات روسية غارات على بلدة عين جارة في المنطقة، أسفرت عن مقتل طفلين وإصابة عدد آخر من الأشخاص. كما شهدت أحياء عدة في ريف حلب قصفا جويا من قبل قوات النظام، واستهدفت الغارات أحياء بستان القصر والميسر وباب النصر والكلاسية وطريق الباب، مما أدى إلى دمار كبير في المنازل والممتلكات. من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية في حلب بأن ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية أطبقت حصارها على مدينة منبج في ريف حلب الشمالي من الجهات الأربع بعد غارات كثيفة شنها التحالف الدولي على مواقع تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في المدينة ومحيطها. وأضافت المصادر أن القوات الكردية سيطرت خلال المعارك على قرى طحنة وسعيدية والعسيلية في الجهة الغربية لمنبج وسط استمرار نزوح السكان منها هربا من المعارك. وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي للتحالف ضد تنظيم الدولة بريت ماكجيرك إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية أطبقت سيطرتها على المدينة استعدادا لاقتحامها من دون إعطاء جدول زمني لبدء العملية. دخلت إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية في ريف دمشق قافلة مساعدات غذائية وطبية بإشراف الأمم المتحدة، وتعد هذه المرة الأولى التي تتمكن فيها المنظمة الدولية من إدخال المساعدات إلى المدينة منذ عام 2014. وتتألف القافلة من 39 شاحنة تحمل مواد غذائية أساسية وأدوية ومستلزمات طبية مختلفة. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في سوريا إن لدى البعثة خطة لإخراج الحالات المرضية الصعبة من مناطق الغوطة، وإنها تبحث كيفية تسيير عيادات طبية متنقلة في المناطق المحاصرة. قتل نحو 12 جنديا وأصيب 40 آخرون من القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية خلال مواجهات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية في مدينة سرت غربي البلاد. وقد أفاد مصدر عسكري بأن القوات التابعة لحكومة الوفاق سيطرت على منطقة سواوة بالكامل وميناء سرت البحري بعد معارك عنيفة مع التنظيم.
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد توصل الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام لصيغ توافقية بشأن قضايا محورية، على الرغم من وجود بعض التباينات في وجهات النظر بحسب تعبيره. وقال المبعوث الدولي إنه استلم من الأطراف اليمنية تعهدات تفيد بأنهم سيواصلون العمل خلال الشهر الجاري من أجل الوصول إلى حل سلمي ومستدام في اليمن، إلا أن وفد الحوثيين نفى رسميا التوصل إلى توافقات متقدمة في مشاورات السلام المستمرة في الكويت منذ نحو شهرين. ميدانيا، أفاد مراسلنا باندلاع معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية والحوثيين في مديرية عسيلان في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد. وقال مراسلنا نقلا عن مصادر ميدانية إن المواجهات امتدت إلى منطقة الصفراء في مديرية بيحان المجاورة، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في صفوف الطرفين. من جهة أخرى، شهدت الجبهة الشرقية في محافظة تعز شبكات متقطعة خلال ساعات الفجر الأولى بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، والحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى. وأفاد مراسلنا بأن المواجهات تركزت في مناطق ثعبات والجحملية العليا، وقد جدد الحوثيون قصفهم العشوائي على أحياء سكنية عدة في تعز، لا سيما أحياء الروضة وزيد المشكي. أكد المتحدث باسم السفارة البريطانية في القاهرة ديفيد كينا على استقلالية عمل اللجان البرلمانية في بريطانيا وتمتعها بصلاحيات اختيار مواضيع تحقيقاتها بمعزل عن الحكومة. جاءت تصريحات المسؤول البريطاني ردا على الجدل الذي أثارته في مصر مشاركة عدد من قيادي جماعة الإخوان المسلمين في اجتماع عقدته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني. أربعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين يشاركون في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، جلسة تمحورت حول مقاربات الإسلام السياسي المختلفة، فتثير الجلسة جدلا إعلاميا وامتعاضا في القاهرة. القيادات الأربع هم إبراهيم منير نائب المرشد العام للجماعة، وسندس عاصم منسقة الإعلام الخارجي في مكتب الرئيس المصري السابق محمد مرسي والمحكوم عليها بالإعدام في بلادها، بالإضافة إلى كل من مروان المصمودي مستشار زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي والقيادي الإخواني العراقي أنس التكريتي. مشاركة قيادات من حركة الإخوان في نشاط تابع لمجلس العموم البريطاني يأتي بعد نحو 6 أشهر من تقرير تصعيدي عن الحركة أعدته الحكومة البريطانية، واعتبر التقرير أن عضوية الحركة أو الارتباط بها يجب أن يعدا مؤشرين ممكنين للتطرف، مع التوصية بتكثيف المراقبة بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان، على الرغم من أن التقرير ذاته خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية ولا ينبغي حظرها. التقرير الحكومي البريطاني بشأن الإخوان تلا زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى لندن، زيارة كانت الأولى من نوعها منذ وصوله إلى سدة الرئاسة، وتزامنت مع توتر شاب علاقات البلدين إثر تعليق بريطانيا لرحلاتها من وإلى مدينة شرم الشيخ المصرية بعد تحطم طائرة ركاب روسية بتفجير تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. مبادرات شبابية لإفطار الفقراء للتخفيف من معاناة سكان تعز خلال شهر رمضان. أهلا بكم من جديد. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزل عائلة الأسير الفتى مراد الدعيس في قرية بيت عمرة جنوبية مدينة الخليل في الضفة الغربية. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال اندلعت في البلدة خلال عملية الهدم. في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة محافظات أسفرت عن اعتقال 5 فلسطينيين من مدينتي الخليل وطول كرم.
تنشط خلال شهر رمضان العديد من المبادرات الشبابية لمساعدة الفقراء وتقديم يد العون للمحتاجين في قطاع غزة. تكية غزة هاشم هي الأولى من نوعها في القطاع، تسعى لتوسيع مساحة عملها الخيري الذي يعتمد على تبرعات فاعلي الخير. في هذا المكان المتواضع وسط مدينة غزة يعمل هؤلاء الطهاة ومعهم عدد من المتطوعين الشباب على تجهيز وجبات طعام للفقراء والمحتاجين من سكان الحي وأحياء أخرى في المدينة. يبلغ عدد الشباب المتطوعين ما يقارب 30 شاب في محافظة غزة، وهناك المزيد من طلبات التطوع. المتطوعون هم يعني أولا للعلم هم أغلبهم من العائلات المستورة والفقيرة، لكنهم يساهمون في تغيير الوضع الاجتماعي الظالم في قطاع غزة الناتج عن الحصار المفروض علينا. تكية غزة هاشم هي التكية الأولى من نوعها في القطاع، تعمل منذ 4 أشهر لكن عملها تضاعف في شهر رمضان وفق القائمين عليها. اليوم في شهر رمضان المبارك التكية تعمل يوميا في مدينة غزة وأيضا في مدينة خان يونس بواقع ما يقارب 400 إلى 500 أسرة يوميا، أي ما يصل إلى 3000 فرد يوميا من خلال فرعنا في غزة وفي الجنوب. يعتمد عمل هذه التكية على تبرعات فاعلي الخير من داخل القطاع وخارجه، فهم يقدمون اللحوم بأنواعها والأرز ومستلزمات تجهيز الطعام وصولا إلى تكاليف تأمين وصول الطعام إلى المحتاجين. تعد مثل هذه المشاريع الخيرية مصدرا لتوفير الطعام للعائلات المعوزة في شهر رمضان بقطاع غزة الذي فاق تعداد سكانه ممن هم تحت خط الفقر حد 40%. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. نتوقف الآن مع الجولة الاقتصادية. تعود البدايات الأولى للتنقيب عن الذهب في مصر إلى عصر الفراعنة، ومع الإمكانيات الكبيرة ما زال قطاع التنقيب عن الذهب متراجعا في مستوى استثماراته بنسبة 1% فقط من الناتج الإجمالي المحلي المصري. وبوجود منجم واحد فقط هو منجم السكري، تتراجع رغبة المستثمرين الأجانب مع التعنت الحكومي بالتمسك بشروط اتفاق مشاركة الإنتاج غير المشجع استثماريا. تراجعت أسعار النفط عن المكاسب الأخيرة التي حققتها متجاهلة حال الهبوط الواضحة في مستوى المخزون النفطي الأمريكي، في وقت زاد فيه عدد المنصات النفطية النشطة في السوق الأمريكية. تراجع سعر WTI لعقود شهر تموز يوليو بمقدار $1.34 إلى مستوى $49.22. أشار معهد الدراسات الاقتصادية التركي تركي ايكونوميك بوليسي ريسيرش فاونديشن إلى الحضور المتنامي للاجئين السوريين في نشاطهم الاقتصادي في تركيا، مع 4000 شركة سورية جديدة تم افتتاحها منذ عام 2011. يشير التقرير إلى الخبرات الاقتصادية الكبيرة التي يجلبها السوريون معهم، وأن نصف الشركات الجديدة التي تم افتتاحها العام الماضي هي سورية. أشارت هيئة العمل الدولية ILO في تقريرها الأخير الذي خصت فيه تشغيل الطفولة إلى رقم قياسي ب 168 مليون طفل حول العالم يعانون من حرمانهم لطفولتهم بسبب الأشغال الموكلة إليهم، 21 مليون طفل منهم يعانون من العمل القسري، ينتجون 122 سلعة في 58 بلدا بقيمة تتجاوز 150 مليار دولار. تكللت خطوة الاختبار الأولى لتوسعة قناة بنما بالنجاح ضمن التحضيرات الأولية لتدشين مشروع توسعة القناة في 26 من الشهر الجاري بكلفة إجمالية وصلت إلى 5.2 مليار دولار. يذكر أن مشروع توسعة قناة بنما سيزيد قدرتها الاستيعابية بثلاث مرات وسيزيد من دخلها السنوي ب 1.4 مليار دولار.
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد أو آر بي لصحيفة The Independent البريطانية أن 55% من البريطانيين يعتزمون التصويت لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المزمع إجراؤه في 23 من الشهر الجاري، وذلك مقابل 45% منهم يؤيدون استمرار عضوية بلادهم داخل الاتحاد. ونوهت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إلى أن هذه النتائج تعكس ارتفاعا ملحوظا في نسبة مؤيدي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، على الرغم من تحذير خبراء اقتصاديين من أن خروج بريطانيا ستكون له آثار سلبية على اقتصاد المملكة وعلى الاتحاد الأوروبي كذلك. إلى أبرز أخبار الدوريات العربية والعالمية في الجولة الرياضية التالية. حقق المنتخب الويلزي انتصارا تاريخيا على ناظري السلوفاكي بهدفين لهدف واحد في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم أوروبا 2016، وظهر المنتخب الويلزي بصورة مميزة في أول ظهور له في بطولات اليورو، كما تعد المشاركة الأولى لويلز في إحدى البطولات الكبرى منذ 58 عاما. انطلقت قبل قليل مباراة القمة بين منتخبي انجلترا وروسيا في الجولة الأولى لمنافسات المجموعات الثانية، أما في مباريات الغد يواجه المنتخب التركي نظيره الكرواتي في مباراة يصعب التكهن بنتيجتها، وتقابل بولندا صاحبة الهجوم القوي منتخب أيرلندا الشمالية مفاجأة التصفيات، فيما تواجه ألمانيا التي تعد أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب نظيرتها أوكرانيا. انتزع المنتخب التشيلي حامل اللقب فوزا صعبا على نظيره البوليفي بهدفين لهدف واحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كوبا أمريكا، وانعش المنتخب التشيلي أماله في رحلة الدفاع عن اللقب القاري حيث حصد أول 3 نقاط له في المجموعة. وفي لقاء آخر قاد ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني لاكتساح نظيره بنما بخماسية نظيفة بتسجيله لهاتريك بعد أن بدأ على مقاعد البدلاء، لتحصد الأرجنتين العلامة الكاملة في المجموعة ويضمن منتخب التانغو التأهل للدور المقبل. يسعى المنتخب الأمريكي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور عندما يستضيف منتخب الباراغواي الليلة في لقاء مصيري في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا. اللقاء سيحدد هوية المنتخب الذي سيرافق كولومبيا للدور المقبل، وتحتاج الولايات المتحدة للتعادل على أقل تقدير، بينما يتعين على الباراغواي الفوز من أجل بلوغ الدور المقبل. وفي لقاء آخر تواجه كولومبيا التي ضمنت التأهل نظيرتها كوستاريكا التي تحتاج إلى معجزة لأجل التأهل إلى ربع النهائي. قتلت المغنية الأمريكية كريستينا غريمي التي حققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها في برنامج المواهب الغنائية التلفزيوني The Voice بعد أن أطلق مسلح النار عليها خلال حفل في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا. وقالت شرطة أورلاندو إن مسلحا أطلق النار على غريمي بينما كانت بصدد التوقيع على صور تذكارية لمعجبيها. ويذكر أن المغنية الشابة كانت قد أكملت الموسم السادس من برنامج The Voice وتربعت على المركز الثالث. تتفاقم معاناة سكان مدينة تعز في جنوب اليمن خلال شهر رمضان على خلفية الحصار المفروض على المدينة منذ أكثر من عام، وهو ما دفع إحدى المؤسسات الشبابية إلى إقامة مشروع إفطار للفقراء في محاولة للتخفيف من معاناتهم. أكثر من 200 فقير في مدينة تعز جنوب اليمن يتناولون إفطارهم خلال شهر رمضان في أحد شوارع المدينة رغم القصف العشوائي وأجواء الحرب. وتخفيفا عن معاناة مثل هؤلاء الذين شردتهم ظروف الحرب، عمدت إحدى المؤسسات الشبابية إلى إقامة مشروع أفطرني خلال شهر رمضان المبارك. حبينا نعمل مشروع فطروني بسبب الأوضاع التي ساءت في البلاد، بسبب زيادة الفقر، زيادة الأذى على مدينة تعز والحصار على مدينة تعز.
وعلى الرغم من الأعداد المتزايدة للفقراء ممن يتزاحمون على هذه المائدة الرمضانية، إلا أن ذلك لم يمنع شباب المبادرة من الحرص على استمرارها، حتى وإن اضطرهم ذلك إلى تمويلها من مصروفاتهم على حد قولهم. يمكن لمثل تلك المبادرات أن تطعم البعض مؤقتا أو خلال شهر كريم، لكنها أقل إمكانية من تأمين احتياجات سكان مدينة بأكملها في ظل مواصلة الحر والحصار المفروض على تعز. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي .tv، كما بإمكانكم إبداء الآراء والمقترحات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.